بؤرة صراع جديدة تتكشف على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. تغذي هذا التوتر أنباء وصول مئات القوات من فاغنر شبه العسكرية الخاصة الروسية إلى الحدود مع وارسو، خصوصاً وأن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين تعهد أخيراً برد الجميل لحليفه لوكاشينكو الذي استقبله وقواته أعقاب التمرد الفاشل الذي قاده ضد الرئيس الروسي في يونيو الماضي. إذا لزم الأمر سنقاتل معهم، أنا أريد أن أطلب منكم جميعاً أن تبذلوا كل جهدكم لاحترام بيلاروسيا، فهم لم يستقبلوننا كأبطال فقط بل كأشقاء لهم. بولندا التي تشكل مع إستونيا وليتوانيا ولاتفيا الجناح الشرقي لحلف الناتو لا تستبعد تسلل قوات فاغنر إلى أراضيها مع المهاجرين غير الشرعيين، وخصوصاً أن مينسك تسعى إلى تدريب قواتها على أيدي قوات فاغنر وتجري مناورات عسكرية في منطقة غرودنو الاستراتيجية التي تحد بولندا وليتوانيا. أما روسيا لم تخفي قلقها من هذا التصعيد، فهي تعتبر أن بولندا تخطط لاحتلال الجزء الغربي من أوكرانيا وفقاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو. ترتبط المخاطر الحالية بعسكرة بولندا التي أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المناهضة لروسيا. وبين هذا وذاك يترقب حلف الناتو ما ستؤول إليه الأمور في ظل تعهد أمينه العام بأن الحلف جاهز للدفاع عن أعضائه ضد روسيا وبيلاروسيا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.